وعليكم. القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي انفجرت، مو بس اشتعلت. موضوع انه امريكا راح تتعامل ويا كردستان كبلدي. راح تسمعون مني اليوم قراءة قد تكون مختلفة. السياسي والاعلامي اللي سمعناه من البارحة واليوم قراءة تختلف، يجوز تزعل البعض ويجوز نسمع وراها اتهامات، لكن ما سمعنا لا سياسي طلع عنا وحكانا وفهمنا ولا اعلامي طلع وحكانا وفهمنا شنو الموضوع، شنو بلدين. ما حد قال لنا انه هو مقترح من سناتور انه ضمنون مشروع قانون، شوف داخل لجنة العلاقات الخارجية مقترح من نائب لتضمين مشروع قانون جاي يناقش داخل لجنة العلاقات الخارجية، يعني مو بالكونغرس. شنو تضمينه؟ مقترح انه يابه ال 715 مليار عفوا مليون دولار اللي راح ننطيها للحكومة العراقية، هاي ننطيها بدون شروط؟ لو لازم نشرط عليهم؟ ما حد قال لنا هيك. الموضوع وما بي انه الحكومة العراقية بسبب الوضع المالي راحت لامريكا وطلبت مساعدة. دولة ناس دولة مؤسسات وعندهم السنت اللي دافع الضرائب الامريكي بحساب، مو قوترة ينطو، ودولة عظمى من حقها تفرض شروط، واقول من حقها تبتز سياسيا. انا ما اعطيك الفلوس، عندي اجندة واشوف استثمر ضعفك هذا المادي السياسي حتى احقق اجندتي، الاجنده مالتي. لكن السؤال الاكبر، شنو الضيم اللي خلانا نروح نستجدي 715 مليون دولار اللي بسبب فساد اغلب السياسيين يمكن اللي يمتلكوها اكثر من عدد اصابع ايديا اثنينهن، يعني اكثر من 10 سياسيين عبروا عبروا. شنو 715 مليون دولار عبروا؟ زين ادارتكم السيئه طيله 12 عام هي اللي وصلتنا هاي، سوء تخطيطكم السيء هي اللي وصلتنا نروح الامريكا نستجدي 715 حتى تشرط علينا انه انا ترى امول الاكراد وامول السنه خلال 3 اشهر اذا ما نفذتوا شروطي. هذا اللي وصلنا لهذا الموضوع، هاي الحقيقه لازم نعترف بيها، وهذا مو تأييد للقرار. خاف احد يفهم انه احمد جاي يأيد هذا الاجراء، لا، بس خل اذكركم بالسبب. ومثل ما اليوم انا كتبت بالفيسبوك انه بكيفنا هذا المشروع، بكيفنا اريد نسوي خطير، اريد نسوي خريط، كيفنا احنا بيدنا تقسيم البلد مو بيد امريكا، بيدنا احنا نقدر نقسمه واحنا نقدر نخليه موحد. دق الجرس وضيفنا واقف ينتظر. ضيفنا يمكن من زمان ما شايفيه على وسائل الإعلام، علما أنه كان من أصحاب الظهور الدائم على وسائل الإعلام بحكم مهنته السابقة. ضيفنا اليوم شخص تعرض لهجمات كبيرة في وقت محدد في موضوع محدد في صفقة محددة، ودافع عن نفسه في هذه عن هذه الاتهامات وهذه الصفقة. ضيفنا اليوم طيلة تقريبا 7 سنوات يمكن هسه يصحح لي أو أكثر ناطق باسم الحكومة العراقية. رحبوا معي بالسيد علي الدباخ. مساك الله بالخير. شلون اخباركم؟ عاش مشافي. الله يسلمك. شلون اخبارك؟ حياك الله. الله يبارك فيك. خلينا نكمل الحكي اللي انا ما ادري شوي كنت متوتر جوز ما قدرت اوصل الفكره بالدقه. يعني نسمع ضجه كبيره، احزاب سياسيه مهمه اصدرت بيانات، شخصيات سياسيه مهمه اصدرت بيانات. امريكا دوله عظمى، انت رايح عليها تريد مساعده، اعطتك 715، عندها اجنده تريد تفرضها عليك، يبقى الموضوع يمك مو؟ أنا هاي الفكرة اللي توصلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك شكرا جزيلا، تحية لك. برنامج مميز، أنا شوف حقيقة مميز يعني، ودائما أنت متميز. شكرا. مو مدحا حتى ما تمطرني بأسئلة. لا ما لا 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 سلام، معدة مسبقا أحتفظ بحقي بالرأي. شكرا. عزيزي، وكما تعرف أنت، أمريكا مو مؤسسة خيرية. مو مؤسسة خيرية، ماكو فلوس تعطى بلاش، هذا ما له قيمة طبعا، مو مهم، ما راح يمشي، وقطعا أنه ما له حظوظ من النجاح هذا المشروع. لكن نقطة مهمة، الرياح بتتغير اتجاهها في واشنطن. الرياح السابقة اللي كانت تمشي باتجاه، أكو تغيير كبير جدا. ويخطأ أو يغمض عينه أو يدفن رأسه بالرمل من لا يشعر بأنه أكو تغيير خطير جدا. وقادة العراق السياسيين ماسكين بيدهم زمام السلطة حقيقة، يتحملون مسؤولية كبرى في هذه العلاقة. أمريكا دولة تبني بها الفكرة من تحت وتصعد فوق تشتغل، أكو غيرك دا يشتغل، أنت نايم. أنت جايب لك مؤسسة الآن اسمها باتيستا، يعني مؤسسة علاقات اللي تسوي لك علاقات هناك في واشنطن، مؤسسة فاشلة ما سوت لك شيء. وأنت هم مدى تفتح على صانع القرار. صانع القرار مو بس أوباما، أوباما وأكو تحت مؤسسات مثل ما تفضلت أنت. هذه المؤسسات ليست فقط المؤسسات الأمريكية، أكو ثينك تانك، هاي المراكز، مراكز الأبحاث اللي تنضج الأفكار وتعطيهم إياها. أنت غايب عنها، أكو غيرك دا يشتغل، غيرك دا يشتغل بامتياز ونجح. الآن هذا جرس إنذار يا جماعة. إيه بس خطوة متأخرة يعني. إيه خطوة جداً. طبعًا يعني الآن خطوة متأخرة بالتأكيد، لكنه الآن أنت عندك أكو أوراق مهمة تلعب بها مع الولايات المتحدة. أكو تطابق في الموقف، في الأهداف، في كثير من الأمور اللي تقدر تستثمرها. بس إذا أنت ما تشتغل، غيرك يشتغل، فلا تلوم أحد. زين، المشروع يسوى هاي الضجة؟ المشروع لأنه هو جرس يعني. مثل مشروع بايدن، مشروع بايدن ما كان إلا حظ من النجاح، بس أحدث ضجة بوقتها مع المشروع الثلاث فيدراليات. كان أحدث ضجة لأنه تدري على مستوى هم كان عضو كونغرس بوقتها بايدن، ما كان بهالموقع. أي السؤال الأبرز، دول العراقيين يردون عراقهم موحد ومو ثلاث دول، يعني تقدر أمريكا تقسمه؟ هذا السؤال الأبرز. طبعا لا، بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. بس العراقيين هم مو مثل الأول يعني. العراق الآن منقسم إلى الأرض، إلى العمق منقسم مع الأسف. يجوز المو على شو الأسئلة طلعت؟ أي طلعت الأسئلة. تريد تشوفها؟ لا بعد امتحان سوى. خلينا نروح للسؤال الأول، تفضل. السؤال الأول، عرف ما يأتي أولا. وزارة الناطقية، تجربة جديدة في العراق أن العراق يصير بي يعني مثل يشتغل بمؤسسات الحكومة، بما أنها ديمقراطية، بما أنها لا تمتلك الإعلام وليس لها، لازم تبين وجهة نظرها في قوانينها، في سياستها، في توجهها، كل التوجه ما يصير أكو في ظل غياب، لأن إعلام حر هكذا في الإعلام الحر. ودائما الناطق باسم الحكومة إلى مركز، إلى موقع. في الأردن نائب رئيس الوزراء، في إيران وفي دول عديدة اللي بيها بخالف. في وزارة، بس هي مو وزارة، وزارة ناطق، هي وزير دولة ناطق باسم الحكومة، بس ما كانت وزارة بمعنى الوزارة الحقيقية. مو سعي من علي الدباغ للحصول على منصب، يعني أنت منصبك كناطق درجة خاصة والوزير درجة خاصة. نعم. ليش تسعى لهذا اللقب وزير ناطقية؟ لا، هو أنا ما كنت وزير الدولة. أنا بالدورة الثانية الحقيقة ما كنت راغب، يعني أنا كانت وزارة ثانية الحقيقة، ما كنت راغب أنه إيه؟ وما كنت راغب، بس بعدين هم يعني اقترح من بيده توزيع الوزارات، اقترح أنه تصير وزارة دولة ناطق باسمه. أي أكو فرق بين أنه نائب رئيس الوزراء الأردني يكلف؟ لا مو يكلف ناطق. لا هو ناطق، نائب رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء أو وزير إعلام، أو وزير إعلام، أو وزير إعلام. إيش ماكو وزارة ناطقية؟ لا ماكو، هي ماكو وزارة ناطقية، هي تسمية مو رسمية، ما حد سماها مثلا، كم واحد يعني وجه لي برقية تهنئة وزارة الناطقية، مشت ببعض القنوات وهي ماكو ناطقية، أنا ما لا أسميها أنا ولا أكو بالتسمية الرسمية ناطقية. وزارة دولة لا حقيبة لها. طيب، عرف ما يأتي ثانيا. الدولة الفاشلة، بعد ما وصلنا إلى، إحنا في العراق مو من الإنصاف
نسمي نفسنا هسه دولة فاشلة، لكنها مناجحة أكيد. مناجحة. يعني اليوم اللي يروح لي ويقرأ عن الجيل الرابع بالحروب ويسمع بعض الأبحاث اللي موجودة هسه يعني حتى على يوتيوب وغيره عن نظرة الولايات المتحدة أو بعض الباحثين في الولايات المتحدة للجيل الرابع بالحروب، اليوم أنا أسمع محاضرة يقول لك إنه أنا إذا أريد أحول دولة إلى فاشلة أسيطر على جزء من أتها، خليه تحت يد خارج عن السلطة تحت متمردين غيره، وأحاول قدر الإمكان أجعل من أتها دولة فاشلة. وكأن الوصف اليوم من أنا أسمع وصف دقيق للوضع الحالي بالعراق. إذا استمر هذا الوضع بدون أن نحدث تغيير راديكالي، تغيير مدوي، نحن نعم دولة فاشلة. تأكيد إذا يستمر هذا الوضع ويتجذر ويصبح أمر واقع. شنو هذا التغيير اللي ممكن يصير راديكالي؟ انتصار على داعش. انتصار وإخراج داعش من الموصل والأنبار. أتصور يحول المفهوم هذا، يغير المفهوم. يبعده لفترة معينة. عرف ما يأتي ثالثا. هنوة. شركة هنوة. شركة. والله يعني يدور الكثير من الاستفهام، علامات الاستفهام عليها وعلى طريقة تلزيمها إلى عقد بسماية، والعقد تم مو عقد استثمار وإنما قيل عقد استثمار. هنا سؤالي. ليس صحيح. هنا سؤالي. هنا شركة مقاولات أم شركة استثمار أم شركة استثمارية؟ طبعا أنا لا رحت إلى كوريا ولم أحضر أي اجتماع مع هانوا، فقط اللي استمعت بمجلس الوزراء وما تجيني الدوكيومنت تجيني الوثائق. يعني هي شركة، هي جروب، وهانوا هو ذراع التطويري منها، يعني شركة ديفلوبر مطورين، فدخلوا معهم بمفاوضات، والمفاوضات عليها علامات استفهام كثيرة، لأنه أدخل معك فقط وانت تدخل السعر وأفاوضك انزل بصعد كذا، ما عندي أسعار مماثلة حتى أجي. السعر قطعا اللي أخذه سعر عالي جدا بالتأكيد، وأكو كلام يدور حول الكثير، ويفترض الآن أن يوضع على الطاولة هذا العقد. طاولة من يوضع وليش يوضع؟ ليش يوضع؟ وأني جاي أشوف أنه عمارات بدأت تصعد بسماية، بدأ شغل. خلينا نعوف من الجدل أنه هل هو عقد مقاولة، يعني لو عقد استثمار مو في مقابل أنه نحصلنا 7,750,000,000 هذا العقد كلفة. أنت كنت مولى ولحد الآن ما قادر تبيعها، يعني أنت مو عمار، مو شركة عمار، حتى بعت على الورق واخذت الفلوس. أنت دا تأخذ الآن قروض من مصرف الرافدين والرشيد، والرافدين والرشيد مو مال الحكومة، الفلوس مال الناس. تبي أي حق تأخذها وتمول هنا؟ إذا ما نبع العقد شو تسوي؟ إذا ما نبع المشروع هاي فلوس الناس بالرافدين والرشيد شلون توفيها؟ بعدين من أكو بي مو بكده التنافس، مو المفروض تنافس؟ وإحنا نتكلم عن العقود الصغيرة لازم بها تنافس، لازم ثلاث أسعار أكو. عقد 7,750,000,000 ما بيتنافس. 7 مليار مع المليارين مال الخدمات جديد. كله كامل، باكج كامل، كله 7 مليار. لا، وقعت الهنا، وقعت قبل اسبوعين او ثلاثه، وقعت عقد لانشاء البنى التحتيه اللي رفضت الوزارات القيام بها او ما استطاعت. البنى التحتيه للمشروع مقاوله. لا، الكهرباء بيها مشمول، بس يمكن الطرق اتصور دول وقعوا الطرق والشغلات الاخرى. مليارين كلهم ضمن ال 7 مليار. أحد معلومتي أنه 7,750,000,000 العقد الأولي اللي لا يشمل الطرق. ما يشمل الطرق. أيه. يعني يصير 9 جزء من عند الكهرباء. يعني يوصل 9 مليار أو 10 إذا مع المليارين. هذا الحكومة ملتزمة بالعشرة لو ملتزمة بال750,000,000 الأولى اللي 7,750,000,000. يعني الآن ماكو آلية مثل ما مطروحة للبيع. أنا قطعا المشروع مثل ما تقول، أنا أتمنى مو بس ما يمنى. بعدين 100,000 وحدة في منطقة وحدة، هذه عم عليها يعني علامة استفهام. هذا يتوزع ممكن على بغداد حتى احنا نفك الضغط الهائل، الكثافة السكانية عن بغداد. وما اختلف معك انا. لا لا، ما يخالف. سؤالي بالتحديد، هيئة الاستثمار الوطنية جيب مستثمر بفلوسه يبني وبعدين يبيع، ايش قد انطينا احنا وايش قد جاب من فلوسه؟ فلس ما جاب من فلوس، مقاولة ما هو مستثمار كل اطلاقا، زيرو. هو ما مو عقد استثمار اطلاقا، هو مو عقد استثمار بالمطلق. انت اعطيته داون بيمنت، اعطيته داون بيمنت دفعه مقدمه. يعني مو انا كحكومه عراقيه اضمن لك قدر معين من البيع؟ ابدا ابدا. مو يا ريت لو هذا العقد تجي هي تستثمر، يعني مثل الرشيد. الرشيد كان على اساس يجون جماعه من ابو ظبي يجون هم يعني كحكومه. اي ما لك تخلي ولا فلس، وهم يبيعون للسوق. اي لكن ما في مشكله بيع للسوق ايش قد ما تريد انت، يعمر لك. جاي واحد يريد يبني خلال جد، لازم الحكومة العراقية تسدد هاي 7 مليار خلال فترة التنفيذ. بس هو صار توقف تدري بسبب الظروف الأمنية صار توقف. طيب، عرف ما يأتي رابعا.
الحرس الوطني اتفاق سياسي يفترض أن يحترم، يفترض أن يحترم، يعني حتى مصداقية الحكومة ولا يمكن التنصل منه. لكن أكو نقطة واحدة لكن كبيرة، لكن كبيرة، ما يتقسم بيني وبينك نسوي نوب ميليشيات إلي وإلك يوم نتخانق سياسيا نصير عندنا مشكلة. يعني إذا نخلق ميليشيات جديدة في مناطق في المحافظات نزيد الأزمة، نوزع سلاح، وهذا السلاح يمكن أن يتنافر. هذا هاي مبررات وفهم الرافضين لموضوع الحرس. لا لا لا، ممكن أن ننشغل بطريقة بحيث مو أنت اللي تساهم بي ولا أنا اللي أجيب من عنده، نعل نحل الناس ونجيب من من هالوادم هاي العالم اللي تجي تقدم ويصير لهم بدون أن تتدخل أنت، مو التحاسس. أنت الحزب الفلاني يأخذ 100 وذاك يأخذ 150 وذاك يأخذ 500، إذا صارت هيجي أنت ما سويت شيء. يعني تنزل نفس الميليشيات ده توزعها ده تقننها، وهذا غلط. يجون الناس هاي مش مشاركين بالحشد، سواء انسى الحشد الشيعي أو الحشد السني، من هالحشد من هالعالم اللي دا يجون ينضمون الحرس الوطني، بس بشرط مو أنت اللي تجيبه، مو الأحزاب. تعلن أنت، تعلن للناس على الملأ ويجون يتطوعون وتسوي معايير وتقبل من عندهم. هسه واحدة من إذا صارت الأحزاب تدخلت وتحاصصت، أتصور هو الفشل الأكبر هنا والخطر الأكبر هنا. واحد من الشروط الأمريكية اللي على أساسها هاي صارت هاي الضجة إنه الحرس الوطني لازم يشكل. أقول أنت متفق ما له علاقة بالأمريكان عزيزي، أنت بتشكيل الحكومة أنت وعدت أنه الحرس الوطني، وأنت وعدت أنه القانون رقم 21 يتفعل. قانون رقم 21 أنه المحافظات هي تحمي أمنها الداخلي كأمن داخلي. نروح للتعريف خامسا، السمسار الأكبر هو شخص. ذكرت تصريحك. اي طبعا اتذكر، هو شخص سمسر بكل شيء، بالشرف وبالدين وبالوطن وبكل القيم والثوابت، وتمكن ان يسمسر ولا يزال يسمسر في البلد. انطى مليون دولار الفضائيه حتى تشوه سمعه علي الدبار. نعم يا فضائيه، يعني اذا تعفيني من هاي بالاسماء، لانه تدري من تدخل. ما قلت لك يا سمسار. لا لا مو هي تدخل من تدخل الاسماء. انت واول المعروف. اولا معروف من اتكلم من مو بالنسبه لي. مو بالنسبه لي سمسار يجيب لك شكو واحد محكوم يجيبه ويدخله ويقننه ويبرئه ويسويه ويرتبه ويرندجه ويقعده ويخليه يكشخ ويقعد. يعني بعد خلاف بينك وبينه ايام ال انا ما عندي خلاف الصفقة الروسية. اي انا مو يعني انا ما عندي خلافات حادة مع الاخرين، بس اكو الاخرين يعني عندهم نغمة، مثلا نغمة حقد، نغمة او لمسة هيجي، مو لمسة، نزعة انتقام، نزعة حقد، نزعة كذا. قد يكون تمكن في وقت من الاوقات لانه قريب من مركز القرار. اقصد تلميحاتك هاي بسبب اتهامه لك بضلوعك بصفقة الفساد الروسية. لا انا عندي، لا تشوف اذا ترجع بالارشيف تشوف اكو مثلا اكو شغلات عديدة، يعني انا اوقف بها وطني، انا دافع عنه، انا امثل توجه. توجهي انا توجه ما احمله، وتوجه حكومة يفترض بانه الحكومة تدافع عن هويتها الوطنية، تدافع عن ثوابت وطنية، تدافع عن الناس. من يجي واحد يتلاعب بالهذه من الطبيعي جدا، او يمس هذا من ضمن واجبي. زين انت ما راح تقول الاسم خوفا من المحكمه والغرامه؟ لا 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 لو ما متاكد من معلوماتك. لا 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 مو ما متاكد انا. من طبيعتي انا ما انال من شخص اذكره بالاسم. لو تشوفني انا من بدايه لحد الان لما انا الشخص اللي احيانا يمكن شوي انضغط علي هيك بطن داست هوايه، اضطريت انه يطلع اللي خلينا نريد نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ أولا، لو تعاونت تركيا لقضي على داعش سريعا جدا. نسبة الصحة فيها يمكن في 80%. صح؟ نعم. أي صح؟ نعم. معنى هذا أنه تركيا، معنى أنه تركيا منفذ أو الممر، يعني على قولتهم هم أحمد داود أغلى يسميها كوريدور. تركيا يسموه كوريدور. كوريدور للعبور، لعبور الأفراد ولعبور السلاح ولعبور المال. تركيا لمجرد العبور أنطيها 80%؟ لا 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 مو بس العبور. لا يعني العبور هو موقف العبور، يعني أنت من عندك حتاي اللي يسموه الإسكندرونة، من تروح تلقاها كلها اللي حاي. أنا ما رحت الحتاي،
بس حكالي من أهل حتاي إنه بدأت من بدأت الأحداث في سوريا حتاي صارت هي مركز الاستقبال. زين شلون كانت؟ لا على حدودنا ما أعرف على حدودنا لا على حدودنا من السوريين هم كانت تكون نقاطهم نقاط استقبال ومراكز تستقبل وتأوي وكذا. تركيا كانت هكذا. أبو كمال تقصد يعني؟ إيه لو إيه من ضربة أبو كمال من ضربة المطار من تطير طيارات وتنزل بإسطنبول تشوف المشاهد مشاهد غريبة في إسطنبول. تشوفهم رايحين أفواج ووحدان وزرافات ذاهبين إلى حتاي للدخول هناك. تركيا قطعا بالتأكيد أكو ضغط على تركيا، بس تركيا دا تلعب ورقة مهمة جدا بعلاقتها بالمنطقة. ورقة داعش أنا أعرف تعرف لي علاقات مميزة مع الأتراك. قول أنتم ما تردون قناة نتحدث مع داعش؟ مالت الكساس بتحدثوا هم مع داعش. هم توسطوا في قضية الكساس لم ينجحوا. يعني علاقتهم لا ودبلوماسيهم من طلعوهم من الموصل ليش صفقة دبلوماسيين ها كلها شاطرين بالسياسة لو ينفذون أجندة تخص تركيا من خلال داعش يستثمرون داعش بطريقة ذكية. تركيا دت أكو أوراق بالمنطقة هي دخلت الآن بخصومة مع السعودية ومن وحلفائها. زين ورقة داعش ما تريد تبيعها بلاش، ما تريد تدخل ضمن هالمجموعة، هذا ورقة تستثمرها هكذا السياسة. من أنت ما عندك تترك قضية إسلاميات وما إسلاميات، هذه شعارات، هذه شعارات إسلاميات وحزب الإسلامي وكذا. أكو سياسة ويلعب والسلطان موجود الآن، والسلطان الآن ده يتصرف وكأنه صارت انتكاسة مع مصر مع السعودية. الآن أكو ورق، هذه الورقة ما يبيعها بلاش، ما يبيعها بلاش. تشوف كوباني ايش سووا يعني؟ إيه يريد يستثمرها، يرتب أوراقه من جديد من خلالها. جيد، صح أم خطأ؟ ثانيا، الأحداث الدراماتيكية في تغيير المالكي أثبتت أن ولاية العبادي هي الأخيرة لحزب الدعوة. صح آخر رئيس وزراء من حزب الدعوة هو حيدر العبادي. مو بس هذا الطاس أريد وياها الصح. أي صح، يعني معناها آخر رئيس وزراء صح صح صح، لأنه ليش حزب الدعوة يبدو بعد حزب الدعوة حزب من أقوى فكريا، من أقوى القواعد عند الشيعة فكريا، وكان إذا أكو حزب منظم ومتماسك فهو حزب الدعوة. السلطة أثرت كثيرا، وهذا الحكي مو أنا مو من حزب الدعوة، لكن قطعا كوادر حزب الدعوة كانوا ينقدوا بأنه السلطة عندما جاءتهم خربت هالقواعد هذه مال حزب الدعوة، مو بس القواعد والقمم خربت. فترة المالكي فترة عصيبة جدا، ليس على العراق قطعا، على العراق ما حد ينكرها، لكنه على حزب الدعوة بالتأكيد كانت أيضا فترة عصيبة، لأن أكو مخاض داخلي. هذا المخاض الداخلي نشأ نتيجة أنه تسنم سلطة، وأكو مجموعة ذهبت للسلطة بطريقة تتنافى وثوابت وأبجديات حزب الدعوة. حزب الدعوة دارك الموضوع، وعندما منها أقول لك أنه دارك الموضوع تدارك الموضوع عند أراد أن يصحح الوضع. أيه. نأى بنفسه عن المالكي. يعني ذهب إلى الجمع اللي كان يمثل السيد السيستاني اللي قال لا كبيرة، وهاي براغماتية ما تخليك تنفي أنه يقدر يحصل على ولاية جديدة يعني بال 2018. تدري هزة كبيرة، يعني هي هزة كبيرة. وضع السيد العبادي وضع لا يحسد عليه، وضع كلش حرج. وضع كلش حرج، داعش والأموال حسا فيما يخص هذا الظرف الرعاية. لا ما حتى تبني شعبيتك وتنمي والناس، بالنتيجة أكو قوة جديدة تظهر الآن، أكو قوة جديدة راح تظهر. هاي القوة الجديدة تتغير خارج أطراف السياسي. الأطراف عرفا وزارة رئاسة الوزراء للشيعة، واضح. الأطراف الأخرى وستبقى وستبقى أغلبية يعني شيء طبيعي. زين الأطراف الأخرى اللي داخل التحالف الوطني فرحانة بوضع الدعوة الحالي، تقول لك خلاص جتنا، صار لهم 10 سنين بالسلطة الآن، خلاص لو تيار لو مجلس. اقول لك والله اللي مثل اللي حريص على البلد وحريص على الوضع وعلى وضع الشيعة والسنة وبقية مكونات العراقيين ما يفرح، لانه حزب الدعوة يعني هم عضد وهم سند وهم جزء من وطن وكوادر مو قليلة. الوهن اذا يريد يصير بجزء منهم اكيد وهن بالجسم كله. اذا تنظر بهالنظرة، اذا تصير بهالنظرة، وهي مع الاسف ترى يعني اللي تقوله انت اكو مشخص، بس إيه؟ المقابلة ترى أكو ناس شرفاء، ناس مخلصين، ناس من أهل الله يدركون تماما هذا أم الولد، ما يخالف خلي معك مو مشكلة بس تحافظ عليه.
صح أم خطأ؟ ثالثا، وضع العراق الجيوسياسي الحالي جعل منه بيضة القبان في صراع المحاور الدائر الآن في الشرق الأوسط. لا مو بيضة قبان، يعني احنا هم لن كثير نرجسية هيك، احنا مو بيضة قبان، احنا الآن تمشنا تماما في كل الوضع الإقليمي، لكن اكو اطماع. العراق نقطة 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 طعم يعني يطمع بها الآخرين، وهذا مو جديد، هذا من الصراع. هو هذا المعنى للتوصل بالسؤال، ايه يعني مو يعني احنا ما نقدر، لأن بيضة القبان شنو انت؟ يعني بيضة قبان بس مو بيدنا، غيرنا يريد يشيل هاي البيضة يخليها هنا، يشيل هاي البيضة وشالها وشالها الآن يعني ما لها، بس زي. احنا سيخليها محورة يعني بصريح العبارة أكثر، أكو محور اسمه روسيا إيران سوريا حزب الله. نجحت إيران، خلي جاوبك أسهل لك، اختصر لك كل الهارة. محور آخر أمريكا، بلي بلي. أحد المشاهدين الخليج، أمريكا الخليج تركيا نوعا ما. نعم إيران نجحت بامتياز أن تكسب، أن تجر العراق أكثر من أمريكا تجر، طبعا الآخرين ما قدروا غير أنه مشاكسة، يعني الدول العربية الأخرى ما تقارن، حتى أمريكا ما تقارن إيران. إيران عندها صبر، إيران هو بطبيعته يقعد 20 سنة يحط لك سجادة بقد هاي الشاشة. زين أمريكا ما عندها صبر، أمريكا ما تصبر. إيران اشتغلت بذكاء، قدرت تزرع من القواعد، بدأت مو بعد الشيعة، يخطأ من يتصور مع الشيعة، تحالفهم مع الأكراد قد يكون أقوى من الشيعة. واضح أنه قناعتك تروح مع أنه العراق حسم أمره مع محور روسيا إيران حزب الله سوريا. يعني إيران أنا ما أدري روسيا إيش قد أثر لها وسوريا والبقية، بس على أقل تقدير إيران الآن بوضعها القادم، الآن طروحتها الجديدة بشكلها الجديد اللي مع الغرب الآن، قطعا سيزداد نفوذها في العراق أكثر. صح أم خطأ أخيرا، تعدد قيادات وارتباطات الحشد الشعبي مبرر كاف لخشية السنة وإن صلحت نواياه؟ صح صح. شوف خلي أتكلم بالصراحة، السنة مذعورين. نتيجة الفترة السابقة، نتيجة الفترة السابقة أكيد مذعورين، أكيد مذعورين. قطعا أكو بيهم من أساء للسنة، يعني ساحات الاعتصام كانت بؤرة ما قدرت الحكومة أن تتفهم هذه، شلون تعزل هذه المجموعة الفاسدة اللي آذت السنة وجابت لهم داعش، أن نعزلهم بطريقة، أنت سياسي، أنت بيدك السلطة، بيدك السلطة والمال والجيش وكذا وكل هذا بيدك، تتعامل معهم تعامل حكيم سياسي اللي تنزع هالفتيل. ما نزع الفتيل، كبر الفتيل، ما سحب البساط، كبر الفتيل. شوف صارت بالموصل شلون، معقولة هاي العقل بالموصل كلها ترحب فد واحد تافه، فد واحد من شداد الآفاق أبو بكر البغدادي ترحب بها، العقل كلها يبرر وهالعشائر وشمر وجبور وما أدري من ودولة كلهم، هاي هيك كلها خنعت، هيك يصير مليونين واحد خنعة؟ أكو شيء غلط بالموضوع. هذا الذعر شلون هذا الذعر شلون تطفي؟ شلون تطفي؟ أنت شغلك حكومة، أنت شغلتك حكومة، كل النظام السياسي هذا هي حايره بين الحشد الشعبي وبين الشروط الامريكيه، بين حايره. احسنت، الان حايره لانه استلمت تركه، استلمت خراب، استلمت تركه، والتركه صعبه كلش. تركه خلقت فدهوه كبيره جدا بين الحكومه، بين بغداد وبين كل السنه. مو سياسي، اترك السياسي، هذا الذعر مسؤوليه الحكومه لو مسؤوليه قيادات الحشد الشعبي. لا، اللي نعرف انه اكو لا لا ما, ما قيادات الحشد الشعبي ده رجال ده يقاتل وشايل ايده، شايل روحه بيده وده يقاتل. انت الان تنظيم الحشد الشعبي بطريقه، يعني احنا واضح انه كان اكو استهداف بعد تكريت سلب ونزع هالانتصار الكبير وهذا التلاحم العجيب، انه جاي واحد من بصره ومن السماء ومن كربلاء يدافع عن تكريت في وقت بالعقل الجمعي تكريت هجمت على الحسين ب 91، تكريت هجمت والجيش، تكريت سموه اسمه مو تكريت، هجمت وكذا ولا شيعة بعد اليوم، بينما اجوا الان بده يدافعون نسوا هذه كلها. هذا الانتصار، هذا التلاحم، هذا الدم اللي انخلط مع بعض كان يريد يسرقوه. انت الان كنت تكون اذكى من عندهم، اذكى من عندهم، بس كله نتفرج، كله قصف علينا بالاعلام وبالميديا وبالعالم كله انه جاي بسرقة دجاجة وسرقة اللاجة، هو اللي جاي من هناك يبقلة اللاجة اللي جاي يريد يموت. ما قدرنا، لا قدرت الحكومة، لا قدر الحشد الشعبي، لا قدروا انه يعرضون القضية بطريقة فنية،
أنا كنت بالجزيرة إنجليزي دا أتكلم إيه؟ أقول له أنه معقولة واحد جاي من البصرة مثلا يقول له ثلاجة مستعملة ليش هو اللي بقى بالبيت شنو؟ زين الحشد الشعبي وقياداته ما قادرة أنه طفي هذا الذعور؟ يا أبا إحنا ترى أخوتكم جاي ندافع عنكم مشغولين هم عندهم شغلها إذا مسؤولية الحكومة إيه شغلها؟ طبعا حكومة الحكومة أنت لأن الحشد الشعبي ما زين الحكومة ضغط عليها من أمريكا ما أريد الحشد الشعبي عوفي لا شوف هذا هم هذا هذا هذا, هذا الآن لا هذا ما يصير هذا ما مقبول الآن دون الحشد الشعبي لن تحرر الأنبار أنا أقول لك طبعا تتصور انه العنبر ممكن تحريرها بسهوله وصلوا للنخيل داعش يجي الامريكي يقول لك يجي الامريكي يقول لك لا يقول لك لا تدخل الحشد الشعبي وداعش علي انا اطلعها الامريكي شوف الامريكي ما قدر يطلع القاعده العشائر طلعوا القاعده الامريكا صرفت فلوس وانطت سلاح اما قدره الامريكان قدره محدوده خصوصا من كان عندهم 140 الف جندي او 170 الف جندي الان اللي ما عنده كله مستشارين عنده وعنده طيران سابقا كان عنده طيران الان امريكا غير قادر ولا عشار الانبار لوحدهم قادرين يخطا من يتصور وبالتالي انت كنت تقنع الان امريكا وانت شغلتك انت انت ماسك الدفه انت الكابتن تقنع امريكا انا الان الحريق كبير عندي شنو تكلم لحش الشعبي قاسم سليمان كل واحد اللي يجي يساعدني اهلا وسهلا شيل على راسي انت ما قدرنا نقلع امريكا ما نقلت وجهه النظر نقلت لا نقلت اقول شوف هي مو تنقل اقول تنقلت تبون تنقل وجهه تشتغل عليها عزيز تشتغل عليها تشتغل عليها ليش الكويت تقول الان الكويت من رادوا يحرروها ليش من نجح الجني الازرق وجهه العالم كله حررت شلون صدق جيد زين شو اسوي انا والله ملف كبير بس خلينا نروح للسؤال اللي بعده هذا السؤال خصيصا على درجة يعني كبيرة لا خصيصا هذا علي الدبار ما أعرف ليش ما أخذ قبل يعني أذكر جملة مناسبة ودقيقة مناسبة ودقيقة تصف بها كل مما يأتي أولا العلاقة بين نواب الرئيس خصماء يعني جالسين في مكان واحد خصماء بامتياز خصماء بامتياز كم مرة جلسوا مكان واحد بس الصورة اللي الشهيرة اللي شفناهم قاعدين سوا تتوقع انه قاعد صورة هواي حلوة صورة ابو اسراء واياد علاوي بالتشكيل مال الحكومة هذا هيك قاعد وهيك قاعد محتفظ بيها كلش حلوة يعني هذه هذا داير وجهه منه واحد بصف الاخر راح كرسي ان هذا داير وجهه منه وهذا داير وجهه زين هسه اكو مبرر اكو مبرر يجوز بعد ذاك الصراع على الماده 76 لكن هسه صاروا نواب لا ما كانت 76 ديش بال 2000 اي لا هي ما اي صح هسه لا نواب رئيس جمهورية ثلاثه سبحان الله جمعهم القدر ما انا تعبرت خصماء بغرفه واحده يعني مكتب واحد خصماء أروح أذكر جملة مناسبة ودقيقة ثانيا محاولات التمديد لبرزاني صحيح لا أوصف ليها أي. شوفوا الآن كردستان أيضا تمر بخطر دقيقة ومحددة بلي كردستان تمر بخطر كبير جدا أيضا على الوجود كنا مهددين الوجود الكرد والشيعة والسنة وكل العراق مهدد بالوجود الآن عملية التغيير الراديكالي في وضع أنه مو سهل انه يجدون واحد بمواصفات مسعود قائد تاريخي القادة التاريخيين في اللحظات الحاسمة مش ما تقدر تتخلى عنهم من تخلص الحرب تقول السلام عليكم بيتك مثل ما الحرب الاولى والحرب الثانية مثل ديغول مثل تشرشل مثل القادة العظام اللي كانوا موجودين خلصت الحرب قال السلام عليكم مع التمديد تريح اي نعم انا اعتقد مع التمديد انا بل كنت اكثر من ذلك انا تكلمت مع مسعود ان يجلس رئيس جمهورية في بغداد حتى يحل الملفات بين كردستان وبين بس هذا شيء دستوري موضوع طبيعي انه رئاس عرف الرئاسه الجمهوريه للكورد يجي لا لو جاي كاك مسعود لان مسعود عنده كاريزما قوي يقدر يفرض على الاكراد لا وفتير التمديد هم كان ما موجود كان يعني لا كان مثلا مام جلال الله يطول بعمره ويعافي كان يتردد في انه قبول شيء يخص الكرد بس مسعود من يقبل شيء على الكرد يعني من الكرد يمشي الحال في كردستان ما يواجه بصعوبة وتريد لتمديد يعني تمديد هناك اي تمديد هناك اي يعني انا اتكلم بما ما يشوفه ما هو اكراد مراضين على الموضوع واكو كاد هواية مراضين راضي بس اول مرة اشوف عربي متحمس لا مو متحمس انا انت تقول لي من وجهة نظر كردية انا لا مو اسالك عن موقفك هذا موقف لك
يعني السؤال اذكر جملة مناسبة ودقيقة تصف بها. نعم أنا أصف مسعود هو قائد تاريخي للكرة. قائد تاريخي نعم. وضرورة ضرورة في وجوده. اذكر جملة مناسبة ودقيقة تصف بها. ثالثا عودة محمد الدايني مؤذية هواي مؤذية للمشاعر، بس بالنتيجة إذا كان معايير العدالة تطبق فهو خطوة صحيحة إذا كانت تطبق، بس خلال التجربة مالتنا إنه هذا اللي يجي يكون مرتب وضعه هو، يعني ما يجي إذا واحد محكوم بالإعدام ويجي للبلد غير أكو عنده جارانتيز، أكو عنده ضمانات بأنه يا بترى الموضوع من يقول يجوز استعاد محاكمته وأيضا يحكم عليه بالإعدام ممكن. وهو هيك غشيم راح يجي من واندري وين يجي من حس اعتبره يائس اعتبره ويجي للإعدام جواز الرجال خلصان ما يقدر يتحرك من هنا ويجي طرقبته لا أكو فقرة قانونية أو مؤبد مثل مؤبد مو الحكم الخفف منها أي مؤبد أو 10 سنوات أي لحق عفو افضل ما انه اني عايش مطارد ان تربول يركض وراي جواز ما عندي وضعي مهدد مو يعني اذا وعندي فقره قانونيه اقول لك اذا تهم وحكم يعني يصير عفو يصير له نعيش في البلد اذا هيك نترك البلد ونشيل نروح الجهنم. اذكر جمله مناسبه ودقيقه تصف بها. رابعا اقاله رافد جبوري والله شوف انا اتصور صحيحه الخطوه صحيحه يفترض بانه واحد يجي له الموقع لانه انت مثلا او اكو واحد ثاني ما مدح صدام وعاش عاش بألم اما شخص يتسلم بهيك موقع ويكون هو يغني بمجد صدام يغني بمجد صدام ما تقول لي جابريني لا مو جابري لا ماكو احد جابره الشعب متحمس وصوتي حلو اريد اغني وغنيت اغنيه طلعت لو ما طلعت مرتين او ثلاثه اغنيه يبدو انه رافض ما سامعها والله يبدو انه رافض مطرب فاشل والله انا ما سامعها بس هو اعلامي متميز انا اقول لك اعلامي انا اقر واعترف انه عنده مقومات اعلامي متمكن ويفهم وانا كنت استبشرت خير ما شفعت له لانه ما يمكن انه يكون واحد بموقع كبير هيك وعنده يمجد بالقائد الضرورة اذا هاي المسطره لازم تمشي على الكل ما منو قال لا انا اقول 100% تطبق عشرات اعلاميين من عندنا وغيرنا موجودين ليش هو من قال قابلهم ذاك فرض بامر الواقع ذولاك فرضوا بامر الواقع غصبا علي وعلى الخلفوني وعلى السياسيين نقيب الصحفيين عنده مقاله مشهوره متداوله نقيب الصحفيين بس نقبل الصحفيين يوصل شلون مدى كليات وقادة العسكري السيسن ليش نهزمنا بالمصر احنا اذا المصدر لو تمشي على الكل خلص نقلب صفحة ما مشت بس حيدر داري يمشيها حيدر داري يمشيها الرجال بالعكس لا بالعكس دكتور حيدر يعني واضح انه اكثر تسامحا يمشي الامور روح الليبرالية اكثر انا مو ضد الباحثين الناس الباحثين بيهم ناس اوادم بيهم ناس قتلة هو بعثي ابن البلد هذا بس رافد مو بعثي رافد لا انا وانت تقول مسطرة على الجميع انا بس اتكلم عبرنا من رافد قلت رافد كذا 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 بس بهالموقع ناطق باسم رئيس الوزراء يكون مجد بالقاء ضروري ما يصير ضروري مكان ثاني مكان ثاني بس هذا موقع متميز ممكن يرجع له دكتور علي الدباغ الموقع لا ما ترجع مستحيل مستحيل ترجع ناطق مستحيل ارجع ناطق حتى لو درجة خاصة ووزارة والله والله احلف يمين على مقدسات الدرجة الخاصة او العامة لا تهمني بالشسع نعلم أذكر جملة مناسبة ودقيقة تصف بها. خامسا العربية الحدث والله قناة حقيقة مهنية ومتميزة وإذا يستثمرون الجماعة السعوديين وشيخ وليد يستثمر الإعلام بطريقة متميزة للسعودية وقادرة أنه السعودية تستخدم المكنة مالتها الإعلامية بصورة كفوءة وقادرة ومع الأسف إحنا هالقد عندنا قنوات ما قادرين نطلع فد مكنة إعلامية بإمكانات الحدث وأنا أعرف يعني النخلة خبرني وشرح زرتها الحدث وطلعت كم مرة فيها إمكانات بسيطة بس عندهم طبعا إمكانات العربية استفادوا منها بس هي بإمكانات بسيطة كل لأنه عنده قناة صارت التكلفة كلش بسيطة عليه تأخذ مساحة مشاهدين شو رأيك بالرأي القائل بأنه العربية الحدث هي تواكب الحدث سريعا بس هي الغاية من عنده هو الخروج بخطاب خلينا نسميه غير رسمي قد يكون خطاب العربية رسمي سعودي رسمي لكن خطاب الحدث غير رسمي لحد ما لا ممكن أروح بيه زايد ممكن ما أعتقد لأنه هم قالب واحد عندهم خدمة الهدف السعودي خدمة الأجندة السعودية إعلام سعودي صرف يمجد
كل شيء. خطوة اليمن برزت، خطوة العربية السورية كان لها دور كبير. أذكر جملة مناسبة ودقيقة تصف بها سادسا تمسك الأسد بالسلطة سريعا. أنا ضد بشار الأسد، بس أقول لك بهذا حتى لا تأخذ عليه. بشار الأسد قاتل، بس تمسكه بالسلطة دفاع عن وحدة سوريا. مش ضل بها سوريا؟ دفاع أن تقسم البلد. أي خلاص بعد شكو تقسيم باقلات. تقسيم البلد يعني هو صارت أرض يا باب. مو؟ بس ممكن أن تتقسم إذا ما يكون أكو بديل، بديل انتقال انتقال سهل تتقسم سوريا. أذكر جملة مناسبة ودقيقة تصف بها سابعا المستقبل السياسي للحشد الشعبي. مستقبل مهم، وأتصور هو سيسهم في تبديل الهيكل، الهيكل السياسي بالعراق. أذكر جملة مناسبة ودقيقة تصف بها ثامنا تحديد سقف مزاد العملة. حددوه ب 75 مليون بالموازنة. مو صحيح. مو صحيح. لا مو صحيح، لأنه راح يسوي سوق موازية. سوق سوداء يسوي. وهذا أنا ما مؤمن كل السياسة الاقتصادية مالت العملة ومال البنك المركزي مو صحيح. بالتحديد هذا الموضوع. هذا الموضوع مو صحيح. مو صحيح. مو صحيح يسوي سوق موازية. أذكر جملة مناسبة تاسعا تصف بها الصراع على رئاسة التحالف الوطني. تحالف وطني رمزية عالية فيه جدا، وطبيعي جدا أن يصير صراع. لكنه أتصور من الإنصاف أن يكون بيد المجلس الأعلى، لأنه أكو كان أدنى سابقا فالتفاهم غير مكتوب. أنه أنت متاخذ رئاسة الوزراء الثاني، الجناح الثاني يصير بيد التحالف. إيه علاقتك بالمجلس الأعلى طيبة؟ والله لو أسألني سؤال سأجاوبك على هذا حتى أشوف إيش قد صريح أنا. مو 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 جامل حد، بس أقول أنت بيدك رئاسة الوزراء، التحالف الجناح الثاني المجلس التحالف الجناح الثاني للتحالف يصير بيده ان شاء الله. اسمه الله يرحمه سيد عبد العزيز والجعفري. هذا سؤال تفاهم موجود. السؤال ما عليه درجه هم يخص المجلس الاعلى. ايه يعني ايه هذا اندفاعك للمجلس الاعلى وعديك بمنصب من حصته؟ والله لا مو وعديني، ويعلم الله وحياتك وحياتي انا والله العظيم لا مو وعديني، ولا انا مو وعد نفسي ولا شيء ولا يهم. اسالني سؤال حتى انتقد لك المجلس حتى تريد. ما خلاص انت مريت على المجلس. مجلس هم فصيل سياسي. انت مريت على المجلس ما اعرف. انا قلت تعال انت تشوف التحالف السيد عمار افضل. انا اشوفه صاعد، تحالف السيد عمار صاعد. نروح للسؤال الاخير. السؤال الرابع علل ما يأتي. علل ما يأتي أولا، مضي أمريكا في الاتفاق مع إيران رغم الاعتراضات الداخلية الأمريكية والاعتراضات الإقليمية والإسرائيلية. معناته الآن أمريكا تفهم الوضع وأدركت تماما بأنه مصالح الولايات المتحدة مع دولة عنيدة رأسها يابس بهالدرجة وما قدرت تطوعها، النتيجة أن تتفاهم معها هو الصح. خيار اكو خيارين، خيار ان تبقى الى ابد الابدين ان تعامل يعني اوباما. انا لقيت محاضره مره في واشنطن قلت يا جماعه الخير تعالوا الان، انتم الان من قيام الثوره الاسلاميه في ايران لحد الان ايران ما حصرتوها داخل حدودها. ايران تمددت على كل اللي سويته، 8 سنوات حرب واحتواء مزدوج وكل ايران في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي البحرين وفي العراق وايران وصلت كهرباء ومي وغاز وتليفون الى كل قريه. سويتوا انتم ما حديتوا ايران. طيب بس تعالوا تفهموا بدلوا السياسه. اوباما من اول يوم اللي اجى من اول يوم وجه رساله بس يبدو كلش لطيفه. يبدو انه بسبب المعارضه الداخليه اللي موجوده خاصه من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين. لا هو هو عنده يعني رغبه، اجى وجه رساله لكن الرساله قبلت من السيد الخامنئي، بعث رساله عنيفه يعني ما واجهها بتحيه احسن منها. وجهها رساله عنيفه كانت ما كان ايران جاهزه ان إيه الان هم ايران براغماتيه صار روحاني بعد ما جاي زين ايه صارت براغماتيه وصاروا يعني يدرون بالموضوع صاروا تفكير هم ايران صحيحه هم امريكا صحيحه. جو الجمهوريين بال16 ما راح يتبدل ترى مو هيك تتبدل. لا 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 يعني اقصد انه احتمال راح يتوقع الاتفاق. ايه الجمهوري راح يلتزم بالاتفاق 100% يلتزم لانه من مصلحه الولايات المتحده. القرار ترى ما ينبني نتيجة أنه يجي جمهوري، أكو مصالح الولايات المتحدة. شوف إسرائيل خو أقوى من موضوع أنه يجي يعني إسرائيل وضغط بنيامين نتنياهو راح مخصوص لهناك وخطب وصيح وقمز وأكو شقد عنده لوبي والآيباك شقد عنده لوبي اليهودي كل شيء ما قدر يسوي. المصالح الولايات المتحدة تقتضي تبريد سخونة الموقف مع إيران. علل ما يأتي ثانيا، قول العبادي خروجي من الحكومة أسهل بكثير من دخولي لها. ليش يقول هيك السيد العبادي؟ ما يصير السيد العبادي يتكلم بهالكلام. ما يصير؟ طبعا ما يصير. انت كابتن مسميك سفينه.
ومو تترك السفينة بنص البحر وتنزل منها. ايه؟ وما يصير. جيت تحملت المسؤولية وتعرف عظم المسؤولية. أنا أشوفها قوة. يعني قوة. لا تساوموني. إحنا مو قاعدين. إيه لا 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 تساوموني. لا أقول لك تساوموني. لا لا مو عزيز. ترى أطلع. ساعة أقول لك سوى عايش مرتاح. يمكن لو كان عضو مجلس نواب هو كان أحسن. ايه؟ رأسه بارد يقدر ينام. بس أنا أدري بجدول من الصبح إلى الليل. درجة. يعني جدوله كله مزدحم بطريقه بحيث ما ادري شلون يعني يرتب وقته. بس شقد كانت من تسميت ما اقدر اقولها بالتلفزيون ما اقدر اقولها على الهواء. بس الرجل الان ما يصير يقول هالكلام لانه بيدك سفينه في بحر متلاطم ما يصير تنزل منها. انت تحملت المسؤوليه وتعرف انه السفينه هاي راح تبحر بحر جيت استلمتها وداعش محتل ثلث العراق واكو تركه واكو خراب لا حدود له. تعرف ايش قد اكو مشاكل. مو صحيح تقول انك تستقيل. تواجه الموقف. يواجه الموقف مستعد للمواجهه. بس اذا انتم ما عاجبكم الوضع انا خلص انا جيت بصوتكم اطلع بصوتكم. لا انا جاي شرعيه. شوف جاي شرعيه دستوريه. والله حرمه اللي يكلب بيها وما ينطيها ما راضين عليه. اللي يكلب بيها اللي ما ينطيها ما راضين عليه. اللي ما ننطيها بيعش بيها تعال شعر ما ننطيها. انت عندك وهذا اللي يقول لك انا جيت في جهه ديمقراطيه ما راضين عليه. كل الدنيا الان مأيدتك. كل الدنيا مأيدتك. النجف مأيدتك. امريكا مأيدتك. ايران والداخل السياسي كله مأيدك. اكو عناصر نجاح وصفات نجاح بيدك كروته كلش قوية. هسه 3-4 سياسيين مشاكسين ومشاغبين يريد يحرجوك وكل واحد يريد يحرجك تقول استقيل واطلع السلام عليكم. ماشي علل ما يأتي ثالثا. وضع الإمارات لفصائل عراقية مسلحة على لائحة المنظمات الإرهابية. الحقيقة أنا ما أدري يعني 82 منظمة مرة واحدة لأول مرة بالعالم أنه دولة 82 منظمة أنه تخليها. الإمارات عندهم أزمة ويا الإخوان المسلمين أزمة كلش كبيرة ويا الإخوان المسلمين. تصور أنه أرادوا أن ينوعون الفصائل العراقية بالتأكيد. أي العراقية لا تشكل أي أزمة للإمارات ولا تشكل أي خطر. هو السؤال ليش خلوهم؟ أي والله يا ما أعرف ما لا تقول لي سأل الإماراتيين. لا لا أنا ما لا حقيقة ما أدري ولا سألت الإماراتيين يعني. ما سألت الإماراتيين إنه هذا الشأن. ليش فشلت جهودنا الدبلوماسية يعني والفصائل اللي يبدو أنا سألت. أنا أتصور كان ممكن الجهود الدبلوماسية تنجح في إقناع الإماراتيين بأنه هؤلاء الناس هاي قضية داخلية ما تشكل أي لأن ما لهم أبعاد إقليمية. يعني حزب الله عنده أبعاد إقليمية. حزب الله لبنان عنده أبعاد إقليمية. عنده مؤسساته برا وموجود وكذا. يعني ستقول لي مثلا جيش المهدي جيش سيد مقتدى وقصائب مال قيس الخزعلي عندهم مثلا فروع بالأردن وبمصر يريد يفتحهم ما عندهم. علل ما يأتي رابعا. التغييرات المهمة والكبيرة التي أجراها العاهل السعودي في الحكومة. دا يتجه نحو قوة مسك القوة بيده. وهذه علامة بأنه هو دا يجمع خيوط القوة بيده. يعني تقرأت كل التغييرات اللي صارت. جمع الأقوياء. نعم. ليش؟ لا مو جمع الأقوياء يعني هو طبعا ولاية العهد اللي بيده هو طبعا راح يكون يعني محمد راح يكون هو لأنه رجل كبير. محمد راح يكون هو الخطوة الأساسي في هذا مو محمد بن سلمان. محمد النايف هو اللي راح يكون يدير المشهد. شلون محمد بن زايد بوبضه بده يدير المشهد. محمد بن نايف بده يدير المشهد السعودي بالتأكيد. والآن هذه عنصر قوة. إيش راح يختلف السياسة الخارجية السعودية؟ أكو مشكلة في التعامل. سلمان عنده بالتعامل الآن مع الملفات اللي تواجه السعودية. سلمان قد يكون أجرسيف أكثر من عبد الله. يعني كلش أجرسيف يعني. نعم أكثر من عبد الله في العلاقة مع العراق في العلاقة مع إيران. هذا يعني عبد الله كان يسوي انفراجات يعني مزيد من التوتر بالعلاقة العلاقة العراقية السعودية يعني الإيرانية السعودية. يفترض بأنه إحنا المفروض إحنا نكون ننشئ علاقة. لو خلي أصير قوي وسلح وضعي وأمتلك الأوراق الجيدة وأطلب للتفاوض أفرض شروطي بجد من هالباب. إيه وإحنا هم نفس الشيء. إحنا يفترض بأنه السعودية أيضا ما نخلق منها عدو. نخلق من عندها مو صديق ما يخالف بس مو عدو. هذا مهم. حيتها ما تقدر تحيدها بس على الأقل تقدير. حتى قطر احنا ما عندنا احنا ما لازم يعني ما لازم نخلق عداوات. انت ما تخلق من اردوغان عدو صديق حميم لكنه مو عدو لدود. السؤال الاخير والتعليل الاخير عندي على ما ياتي رغبه بعض القيادات السنيه بالتدخل العربي البري في الانبار. اكبر خطا يرتكبوه لمناطقهم لن ياتي جندي عربي. اول مره ليش هاي الرغبه موجوده؟ هاي الرغبه لانه هو عنده قدره والقدرة إيه مرهونة وأني الشيعي اللي عند الحكومة ما أسلحه مرهون. لا لا شوف ما
مالكته بمصر حرب. قتل الامريكان من كنت تجيب السلاح من قتل الامريكان؟ السؤال سؤال انا سالته سؤال واحد احنا كنا بانل وسالته يقول ما يعطونا احد بعد ما يعطينا سلاح. كان تقاتل الامريكان من كان لك سلاح؟ هاي مال ما تعطيني سلاح تركها على جنب. هي مو سلاح المشكله، هي المشكله انه اكو قدره تقاتل وما عنده قدره، يعني ما عنده لا رجال ولا سلاح مثلا. تقول الان كيف قاتل يخرج داعش؟ يريد حشد شيعي تقود ايران؟ ما يقدر، ما يقدر، ما يقدر يهضمها لحد الان. السياسه السنيه ما قادر يهضمها، وهذا خطا. هنا الخطا المفروض الان احنا في نار وحريق واحنا نستعين، وايران مو يهود ولا اسرائيل. ايران تجي اكو تعال يا ترى ايران تكملون شغلكم والحشد الشعبي والسلام عليكم تطلعون. من اسم سارة الاكبر؟ من اسم سارة لك فقمر الصورة مال عبد الحسن؟ ها ما تقول اسم؟ لا ما انا بطبيعتي والله ما لا يعني شنو دعوة بحكبت النشور شغلت 20-25 مليون وانت ما شاء الله خير من الله عندك بس تفيد المشاهدين. عبد الحسن سياسة وتجارة وملاكمة وما أعرف عالقها ملاكمة؟ ما أعرف والله. خلي فسر لنا يا عبد الحسن بعدين. شكرا لك. شكرا لك سيد عبد الدماغ. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم باكر إن شاء الله.